طنطا. طيب انا معايا على التليفون كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن خالد عيد مدير الكوره في النادي الاهلي والمدير الفني لنادي طنطا. كابتن سيد ازاي حضرتك؟ كابتن كريم ازيك وتحياتي كابتن خالد. الله يخليك. ازيك كابتن خالد؟ ازيك كابتن كريم، تحياتي ليك والكابتن سيد. الله يخليك كابتن خالد وكابتن سيد. طبعا ببارك للنادي الاهلي على الفوز النهارده والثلاث نقاط والانفراد بقمه الدوري، وبقول لكابتن خالد عيد يعني برضو اديته مباراه جيده امام النادي الاهلي، بس كنت محتاجين شويه مخاطره. نبدا بسرعه كده مع كابتن سيد عيد، مع كابتن سيد عبد الحفيظ، انا خلطت الموضوع. مبروك يا كابتن سيد. الله يبارك فيك كابتن كريم، تحياتي ليك والكابتن خالد. ويمكن احنا رايحين وعارفين كويس قوي احنا هنلاعب فرقه منظمه، فرقه بتعرف تلعب مع الفرق الكبيره. أيوة. كل نتائجها مع الفرق الكبيره كانت نتائج جيده جدا، مع سموحه والمصري. أيوة. والمقصه وانبي، حتى معانا في الدور الاول خسروا مننا بضربه جزاء وخسروا من الزمالك بضربه جزاء. أيوة. فبالتالي كابتن خالد عامل معاهم شغل رائع جدا جدا على مستوى التنظيم. بالظبط، دي من الحاجات القليله ان تلاقي فرقه طالعه من تحت تلعب في الدوري الممتاز بالتنظيم ده. أيوة. احنا عارفين كويس قوي احنا هنلاقي فرق منظمه عملنا معاها بمنتهى الاحترام والجديه، يعني المرحله اللي احنا فيها دي طبعا مرحله صعبه وعندنا دوافع كبيره جدا جدا عشان الدوري. أيوة. لكن الحمد لله رب العالمين ربنا كان موفق. طيب كابتن سيد، الاهلي انا شايفه مركز يعني، حتى والفرق كبر مع المقصه والفرق كبير مع الزمالك والمصري وسموحه، لكن الاهلي مركز في كل ماتشاته، مفيش تهاون. الاهلي يعني احنا كنا عاملين نقول خلاص الاهلي خد الدوري، لكن انتوا كجهاز ولاعيبه بتحسسونا لا، انتوا بتلعبوا لاخر مباراه لغايه ما تضمنوا بشكل نهائي. الكوره ما فيهاش كده يا كابتن كريم، ما فيهاش الكلام ده خالص. ايوه، دايما فيها احترام ودايما يبقى موطي راسك او متوطي راسك ليها، مفيش كده في الدنيا كلها. المباراه بتتقلب في ثانيه والدوري بيتقلب في ثانيه زي ما بيقولوا يعني. لازم تتعامل مع المباريات كلها بمنتهى الجديه. أيوة. زي ما قلت لك النهارده فرقه طنطا فرقه محترمه جدا على مستوى عالي جدا من الناحيه التنظيميه. لو انت ما تعملتش الالتزام بالالتزام والانضباط بالانضباط والجديه بالجديه هتلاقي مشكله كبيره قوي. فتيجي بعد كده لما بتقابل الحاجات دي بنفس التركيز، الفروق الفرديه والامكانيات والقدرات والجماعيه بيبقى لها دورها، لكن أيوة. ما ينفعش ابدا ان انت تخش الجيم او تخش مرحله وانت مش مركز خالص ومعتمد بس على قدراتك يا كابتن كريم. ايوه، بقول لك ايه يا كابتن، انت كنت عاملين لي كمين في موضوع كوليبالي ده ولا ايه الكلام اللي كان بيطلع؟ والراجل هياخد هداف الدوري، ده ما لعبش غير خمس ماتشات. ما انت تقول لي، ما انت تقول لي الكلام طالع منين؟ ما انا يعني مش هقدر اقول لك. انت بتقول لي اعمل لك هو الكلام طلع من جوه من عندكم، بس يعني لقيت حاجه ثانيه خالص، مش عارف الكمين ده بقى ولا ايه، مش عارف. لا هو طبعا انت بتتعامل مع الـ مع الـ مع اللعيبه كابتن كريم، انت بتتعاقد او بتجدد اللعيبه بتحتاجها بالتاكيد، لكن التوقيت والدفع بيها ده مهم جدا جدا جدا. ومعاك مدير فني كابتن خالد عيد يعني اقدر مني بالكلام اللي انا طبعًا بقوله ده او اشرحه لك. يعني كل مدير فني بيحتاج مرحله معينه او توقيت معين يدفع بيه بعض اللعيبه، وخصوصا لما يكون نادي كبير. خلي بالك يمكن لو نادي صغير ما بيصدق يشوف لعيب مقبول او معقول ويتم الدفع بيه بسرعه يعني، لكن بالزبط. في الانديه الكبيره يعني بتبقى حته التجانس والترابط والفكر والتعامل والاجواء المحيطه والثقه اللي زمايله بيدوها له، او هم كمان بيبقى عندهم ثقه فيه في الباص او الاستلام وحاجات من هذا القبيل يعني. فاعتقد ان كابتن خالد عيد ممكن يشرحها لك بشكل احسن مني يعني. بس هو مش كمين يعني، ما نتعاقد. نعم، مش كمين يعني. يا راجل اتقي الله. لا يعني انتوا مش عاملين كمين، اصل الكلام كان ساعتها في اول ما جه واتمرن فتره مع نادي الاهلي. برضه الكلام انا بقول لك والله انا اصلا انا ما عنديش مصلحه، خلي بالك يعني. انا بقول لك اللي اتقال لي، وفي التمرين مش قوي ومش عارف ايه، الواد مكسر الدنيا. ممكن يبقى انت كمين يا كريم، ممكن شكله كده كابتن سيد. طيب كابتن سيد حبيبي كابتن سيد، ماتش الانتاج الحربي تم تاجيله لمده 48 ساعه، هل يعني اتكلمتوا مع لجنه المسابقات الميعاد الجديد مناسب للنادي الاهلي؟ ماتشات انا سامع ان الماتشات كلها هتتغير اللي جايه بتاعت النادي الاهلي مواعيدها. لا انت يعني انت بقالك سنتين يعني بالظبط تحديدا يعني، الناحيه الامنيه طبعا بيبقى لها كلمتها ولها رايها، انت ما تقدرش تخش فيها يا كابتن كريم. أيوة. انت خارج من المرحله الصعبه كبلد يعني، الحمد لله رب العالمين. يمكن السنه فاتت والسنه دي الدنيا الحمد لله الحمد لله مستقره في كل المجالات، لكن برضه لما بيبقى في رؤيه او بعد يوم او اثنين عن الميعاد ما فيهاش مشكله خالص يعني. انت بنفس الاضرب بحل الفتره ديت او الاجواء بالشكل ده يعني، فبالتالي يقولوا تلعب هتلعب، تاجل يوم او اثنين
لا ما فيش اي مشكله بالنسبه لي وبالنسبه لغيري، لان انت كمان أي. نفس الوضع الانتاج الحربي مش انت بس ده كمان الفرقه اللي معاك. ايوه طيب بالنسبه يعني انا معلش هسالك السؤال ده وانا ما بحبش اكتر فيه كتير بس لازم، ان كنت سامع ان هم يعني كانوا في كلام او انت قعدت معاهم امبارح بالنسبه لحسام غالي وعماد متعب، هل خلاص ليهم موقف نهائي مكملين مش مكملين؟ امبارح طلع كلام ان حسام غالي هيقعد سنه، عماد متعب لسه هنشوف مش عارف، فانت تقول لنا الحقيقه انت كمدير كوره النادي الاهلي وعارف ان الكلام كتير قوي في النقطتين دول. نفس اللي قال لك على كولوبالي هو اللي بيقول لك نفس الاخبار دي. لا انا ما اتكلمتش. لا يا كابتن بص يا كابتن، انت لما هقول نفس الاخبار اللي قلتها من دقيقه واحده، انت لما بتيجي تجدد مع لعيب او تتعاقد مع لعيب فبالتالي انت محتاجهم جدا جدا، لكن المشاركه او عدمها في توقيت معين في وقت معين ده خاص بالجهاز الفني على حسب رؤيته على حسب. انا عارف انا بتكلم على السنه الجايه يا كابتن سيد. على ايه يا كابتن؟ انا بتكلم على السنه الجايه استمرارهم عدم استمرارهم، انا عارف المشاركه طبعا تخص الجهاز الفني والتعاقد ملوش علاقه بالمشاركه. طبعا احنا جددنا، ده معناه ايه؟ ان انت عايز الاثنين، يعني محتاج الاثنين. فيعني اي كلام بيتقال او كلام بخبر هنا او كلمه هنا أو أو, او 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 على فكره احنا ما بنزعلش من حد خالص، لان احنا عندنا مبدا طالما الاستقرار داخلي يا كابتن كريم ما عنديش مشكله خالص. طالما الناس عارفه ادوارها وعارفه خصوصاتها ما فيش مشكله، انا اهم حاجه البيت من جوه يبقى فيه استقرار، يبقى فيه هدوء، يبقى فيه ترتيب، يبقى فيه اختصاصات، يبقى فيه ادوار. خارج الاطار ده اي حد يقول اي حاجه ما عندناش مشكله خالص معاه. طيب بداتوا تتكلموا على السنه الجايه الصفقات اللعيبه ولا لسه لسه شويه؟ عشان مع كابتن خالد عيد بقى. ما انا انا بس يعني اخدك في حاجه كده انفراد كده ولا حاجه، مش عايز تديني اي حاجه. لا طبعا بالتاكيد بتشتغل للسنه الجايه مليون في الميه، لكن على استحياء كده يا كابتن كريم. ممكن يبقى انا داخل على مرحله حاسمه وحساسه جدا في المسابقه وابدا اشدت الاذهان او المجهودات تبقى رايحه في حته ثانيه يعني. بالتاكيد الجهاز الفني ورؤيته بيقول شويه حاجات، لكن في النهايه الاهم او اولويات المرحله تقول الدوري، تقول قرعه افريقيا اللي بعد بكره يا رب باذن الله تبقى قرعه كويسه والناس يا رب ان شاء الرحمن باذن الله تعالى، وبعد كده هتخش على مرحله او خمس مباريات، الانتاج الحربي ثم طلع الجيش ثم النصر للتعدين ثم الشرقيه ثم مصر المقاصه. فبالتالي انت عندك مجموعه من المباريات المتلاحقه واللي ورا بعض بشكل كبير جدا، عايز تركز فيها اكتر، كل التركيز كلعيبه او اجهزه. بشكرك كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الأهلي.